السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك طبعة ثلاثية الأبعاد فالبرنامج ده هيفيدك خالص. LTE Maker البرنامج ده بيخليك تقدر تتحكم في الأجزاء اللي أنت عايز إن أنت تطبعها، تقدر إن أنت تفتحها وتقدر إن أنت تعدل عليها وتقدر إن أنت تبعتها للطبعة. هو بيشتغل على ويندوز وعلى لينكس وعلى أبل ماكنتوش، وتقدر تعدل الأجزاء بسهولة، تقدر تتحكم في الحجم بتاعها بحيث إنها تصلح للطباعة. طبعا لا ننسى ان في برنامج برضو كويس جدا اللي هو مش ميكسر، ده برضو من البرامج الكويسة جدا اللي تقدر تتحكم فيها في ايه اللي انت عايز تطبعه. ممكن في جزء معين عايز تحذفه، ممكن في تعديلة معين عايز تعملها، فتقدر تتحكم في الشكل قبل ما تبعته للطبعة عشان تطبعه. ده سهل جدا. مش ميكسر برضو نفس الفكرة، ان هو في سهولة في الدراج اند دروب، في ان انت تنحت بعض الاجزاء تكبرها تصغرها، في ان انت تبقى في عندك باترن بيكرر 3D. فان شاء الله يعجبكم البرنامج دوت لو حد عنده طبعة ثلاثية الابعاد وعايز يطبع بيها بشكل احترافي.